الميزانية، يعني العجيب في إيران يأخذ الميزانية ولكن لم يعط تفاصيل حول العمل، يعني لا يوجد هناك عمل، فقط يأخذ الميزانية، يأخذ الأموال طيب. ويقمع الآخرين ولم يتحدث. السلام عليكم أيها الشعوب العربية. هذا الرجل قال أن خامنئي يملك 95 مليار دولار كاش يلعب بهم ويسرقهم في إيران. فلذلك يعني الشعب الإيراني لم يستطيع أن يصمد بعد 3 سنوات من المجاعات والعطش والجوع وقلة اللحم. اسمعوا كلام خطير ورائع جدا وسوف أعلق بعد قليل. طيب سيد حسن مؤتمر صحفي ولم يجيب على اي سؤال. طيب بهذا الخصوص دكتور علي الخشيبان، اليوم كان هناك حديث كثير، يعني اليوم وبالامس من بدايه المظاهرات بانه اموال ايران يعني للاسف لم اليوم السادس على المظاهرات في ايران في مناطق اخرى تتدخل فيها ايران كسوريا كاليمن كدول كثيره. اليوم ما يحدث في ايران كيف سينعكس على هذه الأذرع التي يعني تعمل من خلالها إيران في تلك المناطق، خصوصا يعني في اليمن في سوريا ودول أخرى، هل لها تأثير يعني في هذا الخصوص؟ أعتقد أنه يعني إذا قلنا أنها يعني لها تأثير مباشر أو سنرى هذا التأثير قريبا، أعتقد أنه سنكون يعني غير واقعيين، لأنه يعني هذا المشروع الأيديولوجي. احنا نكتب خامنئي يتهم المتظاهرين بالعمال للخارج بالنسبه ل هذه احلى نكته اليوم او نظام ولاية الفقيه في ايران، وقد لا اكون مبالغا اذا قلت ان المشروع الأيديولوجي التوسعي في والتدخل في دول المنطقه لدى المرشد الاعلى والحرس الثوري يعادل الشعب الايراني. نقطه مهمه يجب ان نتداركها هنا، ان هذه المظاهرات في الحقيقه يعني لم تصل الى القضيه الفكريه في نقد ولاية الفقيه، وإنما يعني عندما يوصف الفقيه بأنه دكتاتور، هنا يعني حجم هذا النقد أعتقد أنه يعني لا زال يحتاج إلى 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 ممارسات وتظاهرات أكثر، لأن الثقة كل ما أخشاه أن الثقة من الشارع الإيراني قد تكون في شخص المرشد الأعلى في حالة وجود إصلاحي آخر يحمل نفس الأيديولوجيا ولكنه أكثر انفتاحا على المجتمع قد يقبله الشارع الإيراني. هذا ما حذرت منه بالنسبة لدول الخليج، يجب أن تراقب الوضع، هل هو انقلاب على الأيديولوجيا أو هو انقلاب على المسار السياسي. نحن ندرك أن إيران هي يعني دولة ديكتاتورية لديها مشروع، هذا المشروع لا أعتقد الآن أنه سيتم التضحية بهذا المشروع من أجل الشارع الإيراني، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني كل ما ضغط الشارع الإيراني كل ما اقتربت نهاية النظام، والسبب في ذلك أن النظام لن يستطيع أن يقدم تنازلات في الخارج وتدخلاته في الخارج في مقابل إرضاء الشعب الإيراني، فلذلك هذه هي الأزمة الكبرى التي يواجهها النظام في إيران ونظام ولاية الفقيه، أن مطالب الشعب المتعددة والمتفرقة تضغط عليه بشكل قوي ولا يستطيع أن يوجد استجابة، وحتى لا استجابة دينية ولا استجابة اقتصادية. فلذلك كما ذكرت أنا أعتقد أنه يعني هناك أزمة كبرى، وهذا ما سوف يجعل النظام يلجأ إلى قمع غير يعني مشهود. وأنه الإعلان اليوم بأن المتظاهرين يمكن أن يواجهوا يعني الإعدام، هذا أكبر مؤشر على أن حجم هذا التوازن بين الداخل والخارج الإيراني بدأ يتأثر بشكل كبير، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني التصاعد هذه تصاعد وتيرة هذه المظاهرات خلال الأيام القادمة ستكون له آثار إيجابية جدا على يعني
لصالح الشارع الإيراني وآثار سلبية جدا على النظام الحاكم. والسبب في ذلك أن أزمة ومعادلة الجمع بين الجانب الاقتصادي والجانب الأيديولوجي، الجانب الاقتصادي الذي يخص الشعب والجانب الأيديولوجي الذي قضى فيه النظام 40 سنة، ستكون معادلة صعبة، وهي ما يجب أن يعمل عليه كل الداعمين لهذه الثورة ويتحركوا ويناقشوا من خلاله. طيب ضيوف الكرام، سنذهب إلى هذا الفاصل ونتحدث فيه عن رد الفعل الدولي على التظاهرات والاحتجاجات الإيرانية ما بين التصريحات المباشرة والتأني، نناقشها بعد هذا الفاصل. يعني حقيقة 50% من الاقتصاد الإيراني يسيطر عليه النجس الثوري الإيراني، عصابات النجس الثوري الإيراني والبسيج يسيطرون على 50% من الاقتصاد الإيراني، وهذه مشكلة يعرفها الشعب الإيراني. يعني أنا أتكلم مع إيرانيين منذ 3 سنوات و4 سنوات، وحضرت اجتماعات لمجاهدي خلق وحضرت اجتماعات للأحوازيين، يعني هم يقولون أن الناس يعني المتقاعدين يأخذ كما قلنا عدة مرات يأخذ التقاعد معاش تقاعد ويأخذ بيت التقاعد تبعهم خميني ويطردهم من بيوتهم ويرميهم في الشوارع ويرميهم إلى القرى ويأخذ بيوتهم ويعطيهم للنجس الثوري الإيراني. فهذه لب المشكلة الأساسية خلال 4 سنوات الماضية في إيران، وكثير من الناس لا يعرفوها. بس أنا أتناقش وأنسق مع المجاهدي خلق وأنسق مع الأحوازيين ومع الأكراد والبلوشستيين وكثير من ضباط كبار البسيج والحرس الثوري الإيراني وحتى الأمن الجوي والجيش كذا، يرفضون سياسات خامنئي لأنه يضر آبائهم وأعمامهم وأجدادهم وعماتهم. المشكلة معقدة، يعني خامنئي واقع بغرور وابنه مجتبى واقع بغرور، وقاسم سليماني يغشهم. هو الورطة الكبيرة أن قاسم سليماني قال لهم ادخلوا بالعراق وأنا سأساعد وأنسق وأنظم في العراق وسوريا واليمن، فهو الذي ورط الإيرانيين في هذه الدول الخمسة، شايفين كيف؟ والآن سوف يأكلوه وسوف يعني يطالبوه. هو قاسم سليماني سرق آلاف الجرات من الذهب والألماس والآثار ووضعها في القرداحة، القرداحة مليئة بالجرات، وبرج البراجنة في بيروت والضاحية الجنوبية يعني وأماكن أخرى مليئة بسرقات قاسم سليماني من العراق ومن سوريا ومن إيران، فسرقات رهيبة وفساد رهيب. تحرك أخيرا ضد وحشية وفساد النظام في طهران، مؤكدا أن بلاده تراقب ما يجري في إيران باهتمام. وهاجم ترامب الإدارة الأمريكية السابقة مشيرا إلى أن الأموال التي منحها أوباما لطهران ذهبت للإرهاب وإلى جيوب قادة النظام الفاسد في إيران. العودة إلى ضيوفي، وأبدأ مع الدكتور محمد الزغول. دكتور محمد، يعني خلال الأيام الماضية نتابع تغريدات الرئيس ترامب حول إيران، هو يدعم هؤلاء المتظاهرين، يؤنب النظام، يقول هم فاسدين ووحشيين وما شابه. الآن يعني أنا قرأت الكثير من الأعمدة في الصحف سواء الأمريكية أو في المنطقة، البعض يقول أن هذا يعني الدعم من الرئيس ترامب هذا الحديث ينزع الشرعية من المتظاهرين في إيران، يعني يشيطنهم، يجعلهم تابعين للغرب مثلا، وهذا يستخدمه النظام الآن. البعض يقول أنه دعم لهم، أنت كيف ترى هذا الموضوع؟ يعني هنالك أولا اتفاق في الداخل الإيراني على أن هذه المسألة مسألة داخلية، لكن لا يعني كونها داخلية أنها لا تهم العالم، لأن السياسة الخارجية في العالم كله هي انعكاس للسياسة الداخلية، وحركة أي نظام في الخارج تعتمد على أوضاعه الداخلية، وبالتالي فإن استقرار إيران في الداخل يجعلها مستقرة في علاقاتها مع الخارج. هذا ردا على من يقول بأن هذا شأن إيراني داخلي وبالتالي الآخرين لا يحق لهم إبداء الرأي فيه. المسألة الثانية هي أن إيران تتدخل في كل ما حولها، وبالتالي هي التي فتحت هذا الباب للجميع مشرعا لكي يتدخلوا في شأنها الداخلي، لأنها بطبيعة الحال تصرفت بطريقة استدعت التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية. المسألة
الثالثة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية لها حساباتها الخاصة، وأعتقد أنه علينا في الدول العربية وفي العالم العربي أن نفرق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الرئيس ترامب. الرئيس ترامب ليس هو الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا عندما تريد أن تتخذ قرار فإن هنالك مدخلات كثيرة تدخل في هذا القرار، ويأتي المخرج بشكل يختلف عما يمكن أن يتصوره من يعتقد بأن القرار في أمريكا يصنعه الرئيس فقط، وهذا غير صحيح. المسألة الأخرى أنه لدينا أيضا تحديات تأخذها الولايات المتحدة بعين الاعتبار. مثلا على سبيل المثال، في عام 1920 لعام 1925 كانت بريطانيا العظمى تواجه تحدي بين طموحات الشاه التوسعية آنذاك وبين التوسع الذي بدأته الثورة البلشفية في روسيا، وفضلت أن تجعل الشاه قويا من خلال منحه الأحواز بما فيها من نفط والسماح له باحتلالها ليوفر مصادر ليستطيع من خلالها مواجهة التوسع الروسي على حدوده الشمالية. هذا أنتج احتلال الأحواز، وأنتج فيما بعد احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأنتج فيما بعد أيضا محاولة احتلال البحرين، يعني أصابنا بالضرر. نحن اليوم أمام وضع دولي قد تكون فيه أوروبا لا تريد للنظام الإيراني أن يسقط أكثر في الحضن الروسي، وهي تعتقد بأنه كلما أحس النظام الإيراني في الخطر على وجوده فإنه سيضطر أن يعطي الكثير من المساحة للنفوذ الروسي في الداخل الإيراني، ويمكن أيضا أن يعطي مساحة للنفوذ الصيني أيضا في الداخل الإيراني. هذه خشية استراتيجية أوروبية وأمريكية تؤخذ بعين الاعتبار. فإذا المسألة ليست مسألة فقط مع المتظاهرين أو ضدهم، هنالك معادلات كثيرة. ما حدث في سوريا علمنا في المنطقة بأن المعادلات والملاحظات الاستراتيجية الدولية إذا غابت عن حسابات الله فإنهم سوف يلحقون الضرر بشعوبهم وبأنفسهم بشكل كبير جدا. المنطقة كلها الآن تنظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وماذا ستفعله في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. أعتقد أن هذا هو مربط الفرس. يجب على الولايات المتحدة التركيز على النفوذ الإيراني في المنطقة أكثر من تركيزها على الوقوف مع المتظاهرين أو ضدهم. يعني الصمت تجاه ما يجري في الداخل الإيراني أفضل من الحراك من وجهة نظري الشخصية الأمريكي، لأنه بكل الأحوال سيقع على يعني نتائجه سلبية على المتظاهرين وعلى النظام. أما 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 المعركة الحقيقية مع النظام فهي في مواجهة نفوذه الخارجي. طيب سيد حسن هاشميان، لأن يعني هناك وجهات نظر مختلفة، هناك تشجيع أمريكي كبير للتظاهر، يعني حتى يعني في بعض الملفات التي لم يرفعها المتظاهرين أنفسهم، وهذا رأيناه في تغريدات رئيس ترامب، بينما هناك تروي وما يقال أنه حكمة أوروبية حول ما يحدث في إيران. كيف تنظر لوجهات النظر الدولية هذه خصوصا الولايات المتحدة وأوروبا؟ نعم، أنا أريد أقول أن قسم من المواقف الأمريكية وخاصة الإدارة الجديدة تأتي للانتقاد للإدارة السابقة المتعلقة بالسيد أوباما وكيف تعامل مع إيران، أكثر تأتي بهذا الاتجاه. النقطة الثانية أن يعني هل هو استثمار هنا سيد حسن؟ الآن ممكن هناك استثمار سياسي لها أيضا في الداخل بشكل هو نعم نعم بالطبع كما تفضلت، هناك استثمار سياسي من قبل إدارة ترامب ضد الديمقراطيين وضد أوباما، ولكن في هذه الأجواء طبعا هناك موقف قوي كان في الولايات المتحدة تجاه التظاهرات، ليس فقط في موقف ترامب، هناك رأينا تحرك في الوزارة الخارجية، في الكونغرس الأمريكي، في مؤسسات أخرى، في المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ولا آخر. ولكن أنا أريد أشير إلى نقطة جدا مهمة، إذا الولايات المتحدة حقيقة تريد تدعم الشعب الإيراني في هذه الآونة من خلال هذه المظاهرات، عليه أن تدعمها تقنيا خاصة فيما يتعلق بالإنترنت. إذا استطاعت توصل الإنترنت للشعب الإيراني خارج شبكة الاتصال المحلي في داخل إيران، أنا أعتقد أن هذا النظام أسبوع أو أسبوع سيسقط، لأن كل اهتمام هذا النظام الآن التركيز على قطع الاتصال بين الشعب الإيراني. هذا النظام